لو ممكن يصور الناس بعبوسه دي على حسابنا، كانت المشغله 24 ساعه. قوم قالوا لك هنعمل لكم المواتير اللي هي الثمانيه بوسه دي، وهتبقى المشغله تريك على طول حتى من غير مواتير. قلنا ماشي، غيروا المواتير وركبوها، اشتغلت لمده شهر. يا عم انت ما بناش الشقه، انا بعرض النبي يا عم، يا عم بعرض النبي ساعه بتيجي ساعه بعد كده تتعب اليوم كله. يا عم صور هناك، صور هنا وهناك يا عم، احنا مش عايزين صور ولا عايزين ما يعملوا، روح صور هناك يا عم. بيحكي يا ريس يشيل ميه، واحده ست زي عايزه تتوضى ما تعرفش تتوضى، ها يخلص كده. ولا عندي عيل يشلي ولا عندي حد يشلي، يخلص من وشه من غير بقى ميه. بس هو ده اللي الشارع ده بقى له ست وكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لما اقول الميه بتتقطع بالاربع والخمس ايام والاسبوع كمان، واخر الميه لو بتتفتح لنا ساعتين، واخر الميه مفيش ميه، الميه الشهر يجي لي 30 جنيه ساعتين اتنين، حسب الميه بتتفتح ابرك من 10 بس ما بتتفتحش. يعني اخر الشهر يجي لي 30 جنيه؟ قول له خلوهم ينزلوا يدوروا هنا في المنطقه يشوفوا الميه. ايوه يا عم يشوفوا المنطقه، الراجل ده برضه ما عندوش ميه يشتغل هنا. انا اللي عاوز اوصله لك يقول لك كل الناس ده الترمبات، والمشكله ان الترمبات فيها ميه مجاري ومش عارفين نحل المشكله. يا ريت يا ريت الناس تحل لنا مشكله. الناس صرفت وعملت ترمب، اتكلم مع الحكومه ما حدش بيقدر. هو ده هو ده، كل اللي نقدر نقوله هم اللي ضربونا فوق، كل اللي نقدر نقوله. انا ولا شفت اللي ضرب ولا ما ضربش حد، الله ما بيننا وبين الحرام عشان ما نظلمش حد. احنا بنتكلم في نقطه واحده، الناس دي كلها هدفها ليه؟ عاوزين شويه ميه يتشطفوا ويغيروا هدومهم ويغسلوا وخلاص، ودي ايام عيد، ازاي الميه تتقطع فيها؟ واخر الشهر يجي لك 130 جنيه، واخر الشهر اما يجي لك 130 جنيه.